اتفضل. الخضر بقى حتى فنها الخضر. نعم. هذه الآية استدل منها بعض الناس على أن الخضر كان نبيا، كان نبيا، فالرحمة هي الوحي، وعلمناه من لدنا علما، هو العلم الذي يأتي مع الوحي، فسدل به على أنه نبي. ومنه من قال بأنه لم يكن نبيا وإنما كان وليا. فالرحمة هي محاككة الخلق بالشرع، محاككة الخلق بالشرع، ده الرحمة. فالشرع كله رحمة، حتى عند الحدود، الحدود رحمة. ليه؟ لأنها رحمة بأصحابها، لأنه إذا لم تقطع يده في الدنيا عذب في النار يوم القيامة. يبقى أيها أشد رحمة؟ تقطع يده في الدنيا ولا يعذب في النار؟ لا، تقطع يده. فالشرع كله رحمة. وعلمناه من لدنا علما، هذا علم من الله تعالى كالإلهام ونحوه. فقالوا إنه ولي. فالنزاع بين أهل السنة هل كان نبيا أم وليا، منهم من رجح أنه نبي ومنهم من رجح أنه ولي. والإشكال أن الذين رجحوا بأنه نبي قالوا كيف يكون رجل دون النبي أعلم من النبي؟ دي مسألة إشكال. يعني المفترض أن النبي أعلم الخلق في زمنه لما أتاه الله، فكيف يكون لأحد ليس بنبي أن يكون أعلم بالنبي؟ فإنك جواب في ذلك أن الله تعالى أراد أن يعلم موسى أن أحدا من الناس ليس بنبي قد يكون أعلم منك، لكي يعلمه التواضع، لأنه قال أنا أعلم من في الأرض. يعني في إجابات كثيرة في ذلك، لكن الكثيرين من المحققين على أنه ليس بنبي وإنما إيه، كان وليا. بس ولي مش بتاع الصوفية بقى، قطب بقى وبتاعه والكلام ده، لا. لأن بعض الناس بيقولوا أن الخضر لا زال عائش الآن، يعني الصوفية اللي هم بتوع الغيبة الصغرى والكبرى وبتوع يعني الايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه في اليقظه ويسلم عليه ويصافحه زي المفتي كده، ما تعتقد المفتي، واخد بالك ازاي؟ المفتي بيبدأ اعتقاده ان الخضر عايش والنبي صلى الله عليه وسلم بيجي له ويقعد معاه ويسلم عليه وكده. الله المستعان.